عمار كان لك بده اياك فوقي قول لهم بدي اوعى تحرق الصهيب وجهك يا استاذ وجهك وجهك يا اخوان التصوير من هنا والله يعظم الوضع كل وقت راسه الصحفي لازم تكون اكبر من هيك يا جماعه يا حاج هات لي احلى هيك يا جماعه خلي مصر العربيه سلمان سلمان تعال بالنسبة للفعالية أقاموها شباب المبادرة لشجب واستنكار العمل الجبان العمل الإرهابي اللي تم في مصر في اسكندرية تحديدا وطنطا وكانت هذه صاعقة بالنسبة لشباب فلسطين وسرعان ما أقاموا هذه الفعالية لإضاءة الشموع في وقفة حزن وتبادل ومشاركة ومشاطرة المصريين في أحزانهم حيث أن مصر تشكل بالنسبة لشباب فلسطين البوابة الرئيسية لطموحاتهم وتحديدا العلاقات الاجتماعية والترابط الاجتماعي اللي بين الفلسطينيين والمصريين